تمام. وموضوع انه تواجد الاقباط في مجلس الشعب والكوتا بتاعتهم، ما فيش تمييز، ما فيش كوتا، ما فيش كوتا. لا الموضوع اخبار حضرتك تسال عن انا ضد الكوتا، انا ضد كوتا الاقباط، لان الاقباط ولا المراه ولا الاقباط ولا التمييز، موضوع التمييز الخاص بالاقباط اللي هم حاسينه في مثلا في الشغل، في الحاجات الخاصه بقيادات معينه. انا بس سؤالي اكمله لغايه الاخر، اكمله لغايه الاخر وحسيب. عايزه بس في حكايه التمييز اقول لك ان في تمييز بين المسلمين والمسلمين، ده صحيح. يعني ابن المسؤول ده صحيح، نازل عبقري عظيم، واخد بالك عظيم، وابن الفلاح أيوة غير لائق اجتماعيا، ده صحيح، ده مجتمع اتخرب لازم نرجع نرممه تاني. السؤال امتى هنستجيب لحقوق المصريين اللي بيندرجوا تحت كلمه اقباط؟ يعني يعني امتى ناخد حقوقنا كلنا؟ انا اقول لحضرتك اولا لازم نعامل الاقباط او نتعامل مع الاقباط وكل الديانات الاخرى باعتبارها مواطنين مصريين اولا، بس كده. ففي مساواه في الحقوق وفي مساواه في الواجبات. عظيم. من رئيس الدوله للسيد طنطاوي لاصغر ولد في مصر يجب ان ينطبق عليه القانون بشكل حاسم، لا تمييز لا بسبب الدين ولا الجنس ولا اللون ولا العرق ولا اي شيء، مواطن مصري. فهذا المواطن المصري، واذكر هنا بان اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه ابوه ليس امريكيا، وفي مجتمع فيه تعددية سياسية عالية جدا وعرقية وإثنية إلى آخره، القانون يطبق على الجميع. عشان نعمل دولة نمرة واحد تبقى دولة قانون حقيقية يتساوى الجميع أمام القانون، والكفاءة وحدها اللي تميزني أنا عنك بصرف النظر، وعن الأستاذة فريدة بصرف النظر عن هي امرأة وأنا رجل، عن أني أنا مسيحي وهي مسلمة، على أنك يهودي أو لا أو غير ديني. هذه المسألة الكفاءة وحدها هي المعيار الوحيد الذي يجب أن يطبق على الجميع. قانون عظيم. واحد عظيم. مساواة كاملة في الحقوق والواجبات، عدم التمييز بسبب أي شيء. الآن في قانون دور العبادة الموحد، مش بناء كنائس، دور العبادة الموحد. بقالنا فترة طويلة القانون يروح ويجي. حسني مبارك فوض المحافظين في صلاحياته انه يشوفوا يبنوا كنيسه ولا ما يبنوش، فيطلع محافظ متنور فيقول نبنيها وواحد تاني يقول لك لا ما نبنيهاش، ودي مساله فوضويه. الان القانون بيقول لك بعد اسبوعين هيصدر. في قوه سياسيه موجوده عبرت عن نفسها امبارح، قالت لك احنا هنبص في القانون الاول، هنشوف القانون الاول، لانها لا تسمح ببناء دور كنائس في مصر. وهذه مساله جريمه كبرى، انه ازاي مواطن ينتمي إلى ديانة أخرى لا يسمح له ببناء دور عبادة وفق القانون. نعم. وفق القانون وليس خارج القانون. هناك تمييز يجب أن ينتهي هذا التمييز. عندما عينت الأستاذة أو القاضية تهاني الجبالي قاضية في المجلس الأعلى، احتج بعض القضاة في نادي القضاة أنه كيف تكون امرأة، هو خب احتجاجه أنه ضد ولاية المرأة عليه بأنه كيف نستطيع أن نقبل أن مرأة تقعد في غرفة المداولة. يا سلام، في قاضي خايف على نفسه من أنه قاضية تقعد جنبه هيحكم بالعدل لما يطلع على المنصة، هو يخفي حقيقة موقفه الأيديولوجي الديني المشوه الذي يقول له لا ولاية على المرأة، رغم أن أكبر ثلاث دول إسلامية كان بيحكمها نساء، ومحدش في الدول الإسلامية دي قال أن المرأة دي لا تصلح. وبالتالي ما كانش عندهم مذهب وهاب. وبالتالي فإنه في حقوق متساوية للجميع. لما نعين، لما الحكومة دي الحالية والمجلس العسكري يعين ضابط لواء، له كفاءة، يعينه محافظ في محافظة من المحافظات، فتضرب هذه المحافظة، مش المحافظة طبعا، جزء منها اللي احنا عارفين لونه السياسي، ويقطع خط مصر سكة 11 يوم. فتضطر الدولة تقول ايه، نعين نائب المحافظ ليقوم بعمله، وبعدين نشيل المحافظ ونجيب محافظ جديد لان المجموعة دي مش عايزاه. ده بداية خراب مصر، ده بداية تفكيك طبعاً. مصر طبعاً. بصرف النظر ان المحافظ ده مسلم ولا مسيحي، اذا كفاءة بيتعين. والتمييز ينتهي بسبب الدين والجنس واللون والعرق. تمام. ومساواة كاملة امام القانون، ودولة مواطنة حقيقية. ولا يحق لأحد يقول أنا بمثل الإسلام أو المسيحية، ولا يحق لأحد أن يأخذ القانون بيده، ولا يحق لأحد أن يميز بين مواطن ومواطن، ولا يحق لأحد أن يستخدم العنف في الحوار والخلافات الداخلية. إذا عملنا كده الوصفة الصغيرة دي بنعمل دولة.
نعم. إذا تهاوننا في واحدة من دول على الدولة السلام وأنا أخشى من أن تكون مصر معرضة الآن لمشروع تفكيكي حقيقي. تمام. أنا ذكرت في عدة حلقات تلفزيونية سابقة الخطر الذي يتهدد مصر من حدودها الشرقية، والخطر الذي يتهدد مصر الآن من حدودها الجنوبية، والآن عندنا خطر من حدودها الغربية وخناقة أقباط ومسلمين داخلية نتيجة غياب القواعد الأساسية المعمول بها في العالم كله والتي هي وصفة للتقدم. لا يوجد وصفة أخرى في العالم للتقدم غير سيادة القانون، عدم التمييز، المساواة، والكفاءة الحالية، وأنه لا أحد يأخذ القانون بإيده أو يفرض هيمنته أو يمثل الدين ضد الآخر. واضح. في نقطة مهمة، أنه أنت النهاردة، أنت يوم الحد اللي فات ده هو نتاج للأربع عقود اللي فاتوا. نعم. يعني في قبلهم طبعا زي ما قال الدكتور الخط الهميوني والكلام الفاضي ده كله، بس انت النهاردة الناس اللي بدأوا على استحياء وبدأوا جم ما كانش حد بيسمع لهم صوت في الاول، دلوقتي هم بيتكلموا على انهم هم الحكام قبل ما يجوا الحكم، ولان الحكم هم طوعوا لصالحهم. يعني في لواء كبير في المجلس العسكري استشهد يعني على براعته وحسن إدارته للأمور، أنه خد شيخ سلفي للجماعة اللي حرقوا كنيسة أطفيح مثلا. أخدوا يعملوا إيه؟ خدهم عشان يهديهم الشيخ لأنه هم الشيخ حسان خدهم لأربعة آلاف الشاب، ما تتصوروش كانوا وشهم إزاي. طب ما أنت بقى تبتدي النهاردة بكل قوى الدولة اللي عندك، بالتعليم، بالإعلام، بكل ما تمتلكه من وسائل، تخلي مصر تسترد تاني روحها اللي كانت. مصر كانت يعني هي المنارة. النهاردة هي النهاردة السخرية وموضع الرثاء. يعني أنا بعد ما كنت بقرأ إن العالم كله بينحني إجلالا للثورة المصرية، النهاردة عمالة أقرأ نصايح عمالة من كل الخواجات اللي في الدنيا. هل دول بقى مصريين؟ هل دول عايزين صالح مصر؟ أنا ما يهمنيش أنت بتعبد ربنا إزاي. اعبد ربنا زي ما أنت عايز، خلي ربنا يجازيك طيارك على جناحات، خلي أي حاجة، بس أنا عايزة قانون. أنا عايزة لما أخطئ أتحاسب، لما أعتدي على حد أتحاسب. أيا كان المصري مين، أيا كان طبعا. تفضل. ما هو ده الميزة، المصيبة، التمييز ده. ما هو هيبتدي الوقت يقولك لا، القبطي ملوش حق يعمل كذا، أوكي. بعد كده المسلم اللي هو مثلا بقول كاريكاتير، اللي مش ملتحي ومش لابس جلابية يخرج من الملة، وهكذا. ما هيبتدي بقى ايه؟ لانه مين اللي سابهم يصلوا لهذا الحد؟ انا اقول لك بقى كمان ان بقى في مرض في مصر، ان بقى في ناس امثال محافظ اسوان مش طايق كلمة، وبيقول لك هم اصطلحوا سوا. وانا ما كنتش عارفة الحقيقة تفاصيل، امبارح سمعت حاجات تشيب. سمعت ان هم فرضوا على الاقباط بتوع المريناب انهم ما يبنوش قباب، انهم ما يحطوش صليب، انهم ما يعملوش جرس. هل ده معقول؟ هل ده معقول؟ امال سيبنا الاسرائيل ايه اللي احنا زعلانين منها عشان بتمنع اللي فوق 45 سنه من الصلاه في المسجد الاقصى؟ احنا بندي دروس لمين؟ ده احنا بقينا فرجه. لو تقرا الحاجات الاجنبيه تحس ان احنا بقينا فرجه بالمعنى السلبي، وبالمعنى اللي هو لا يمكن حد يؤتمن على مصر وما يشوفش اللي حاصل النهارده. طيب. لا يمكن. أستاذة فريدة، دكتور سمير، واضح ان اللي حصل يوم الحد واضح من المسؤولين ان هو مش هيمر زي كل مرة، وانه في اتجاه ان احنا في خلال اسبوعين المفروض ان هو قانون يطلع بتاع توحيد القنائس وبناء دور العبادة. واضح ان في اهتمام المرة دي. هل تفتكر هيبقى زي كل مرة ولا المرة دي مختلفة؟ والله السوابق الماضية لا تنبئ بخير. أنا مش عايز أكون يعني بومة خراب، لكن السوابق المختلفة السابقة بتقول أنه ده مش صحيح، أنه ستعالج هذه المرة بشكل حاسم. أنا هبعد عن الدين خالص. هقول أنه الجماعات مفيش صراع طائفي إسلامي مسيحي أو قبطي إسلامي في مصر. تمام. الجماعات اللي أخذت القانون بإيدها وحطت دشكات ومدافع هاون على عربيات وهجمت أقسام الشرطة في مصر وقتلت ضباطا ومصريين ولا حد جاب سيرته. أمنا وعندنا الحق في متابعة ما الجريمة العدوانية التي ارتكبتها إسرائيل بقتل
6 من الجنود المصريين على الحدود، وعندنا كامل الحق أن نطالب إسرائيل بأن ترتدع عن هذا وتدفع ثمن الجريمة التي ارتكبتها. ولادنا الضباط والجنود اللي قتلوا في أقسام الشرطة بعد هجوم رفعت الرايات السوداء، اترفعت رايات أعلام دولة أخرى داخل الدولة المصرية ولم يسأل أحد الأعلام دي بتمثل مين. أخذ القانون في أكثر من مكان، الآن دشنا في المنصورة وفي مناطق أخرى في مصر ما يسمى بالقضاء الشرعي. يعني إيه القضاء الشرعي؟ فكل حد يعمل قضاء، وطلع لنا واحد في سيناء في العريش قال أنا عندي 600 مسلح سيضمنوا تنفيذ القانون، يعني ما فيش دولة. وبالتالي السوابق الأخرى التي لا علاقة لها بهذا الحدث لا تنبئ عن أن المجلس وهذه الحكومة العاجزة المشلولة تستطيع أن تعالج حدث ضخم كما حصل. ممكن نعالج، لا يمكن معالجة مرض ضخم بالأسبرين والمسكنات. نعم. بلجنة لتقصي الحقائق. المسألة واضحة تماما، إما أن تكون مصر دولة. نعم. أو لا تكون دولة تتقسم عشائر وعائلات. إما أن يحافظ على القانون، سيادة قانون ينطبق من المشير طنطاوي لأصغر ولد في مصر. نعم. أو لا، إما أن تكون هناك حقوق متساوية للجميع وواجبات على الجميع، وإما لا، إما أن يوقف التمييز بكافة أشكاله في مصر، وإما لا تكون مصر. هذه إحنا عند نقطة فاصلة، أن تكون مصر أو لا تكون، لا يمكن علاجها بلجنة تقصي حقائق. عزيز. إن إحنا نسطر ونقول شوية مندسين دخلوا هنا وشوية دكتور. مندسين دكتور ودع. ده حدث مفصلي أكبر من قصة صدام بين أقباط دكتور. وبين الجيش. دكتور ودع، أستاذة فريدة، أنا الفقرة بتاعتي انتهت، كلمتين صغيرين من حضرتك بعد إذنك. كلمتين صغيرين، فلتتكاتف جميع القوى الحريصة على وحدة مصر وعلى بقاء الدولة المصرية، وأن تتصدى للمخربين ولمنفذي مخطط تفتيت مصر بكل السبل والوسائل، حكومة وأهالي. الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي والدكتور سمير غطاس رئيس مركز مقدس ومنتدى الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، ونورتونا ونورتوا عقولنا. شكرا جزيلا لحضرتك فندم. مشاهدي نهارك سعيد، الفقرة الجاية الخاصة بالزمالك وإنبي. نهاركم سعيد.